معايا في حلقة جديدة من جمالك مع اورجانيك هكون معاكم نجلاء سرحان دكتوراه التغذية العلاجية هنتكلم عن حاجات كتيرة جدا تخص الشعر والبشرة سر جمال بشرتك وشعرك طبعا من الحاجات اللي بتخلي النفسيه كويسه جدا يعني طول ما شعري كويس وبشرتي كويسه انا ثقتي كويسه جدا في نفسي لو حصل اي مشكله زي هيشان تساقط حصل تصبغات في البشره طبعا ده بيقل ثقتك بنفسك وكمان بيأثر على نفسيتك وتبقي دايما متوتره جدا ودايما عايزه تحسي ان انتي شكلك حلو بشرتك حلوه لونك فاتح مفيش تجاعيد في بشرتك شعرك مش مقصف مش هايش مش مجعد كل المشاكل دي هتحليها معانا ان شاء الله في جمالك مع اورجانيك النهارده هنبدا بمشكله طبعا بتواجه ناس كثيره جدا وهي التصبغات تصبغات البشر طيب عندنا ناس كتير بتسالنا تصبغات البشره، ما عنديش توحد للون البشره، لون البشره مش موحد عندي، بسبب ايه؟ بسبب ان انا ممكن اكون بلبس الحجاب وبتعرض لشمس كتير جدا فتلاقي لون البشره اللي هنا غير البشره اللي ورا الحجاب، طبعا ده بيعمل فاصل او بيعمل حاجز للبشره فبيخلي لون افتح من لون. طيب لو انا كمان بستخدم وصفات غير غير مؤهله انها تبقى كويسه لبشرتي طبعا ده ممكن يقلب معايا بالعكس ويسبب لي طبعا تصبغات نفسها. طيب في حاجات كتيره جدا للتصبغات ومنها واساسها هي التعرض للشمس في اشعتين اتنين في الشمس اتنين اشعاع هم اليو في بي واليو في اي الاتنين دول بيأثروا جدا بالسلب على البشره واحد بيكسر عندي الكولاجين داخل البشره والتاني كمان بيبدا ان هو يعمل لي تصبغات او حروق في الجلد خارج البشره طيب بدانا نقول ايه في اورجانيكا وبدانا نشتغل على ايه بدانا نشتغل على مجموعه روتين العنايه بالبشره لان ان الغسول يا جماعه مهم جدا الغسول بيأثر جدا على تفتيح البشره بيأثر ان أعمل سكراب أو أعمل تقشير لبشرتي أشيل الجلد الميت اللي أنا طول النهار متعرضة لعوادم سيارات وتلوث في الجو وطبعا بعرض بشرتي لحاجات كتيرة جدا وأشعة شمس طبعا أنا محتاجة أشيل الجلد الميت ده فأشيله إيه؟ بإيبا فيد عندنا منتج إيبا فيد في أورجانيكا هو منتج بيساعدني على التقشير ويساعدني كمان إن هو يكون ماسك وسكراب للبشرة لأن في مواد كلها بتشتغل على التفتيح وإزالة الجلد الميت. طيب بعد كده عملنا إيه؟ عملنا منتج ميلا ميلا كريم ميلا كريم هو منتج مرخص من وزارة الصحه المصريه للتفتيح تفتيح البشره يعني بيشتغل بعمق جدا على الطبقات الداخليه للجلد طبعا سريع الامتصاص جدا وسريع الامتصاص يعني جزيئاته كلها صغيره او بخاصيه النانو احنا كل منتجاتنا الحمد لله بخاصيه النانو اللي هي تقدر تخترق طبقات الجلد وتدخل تبدا تشتغل على ان هي تثبت عندي او تقلل الخلايا المسؤوله لصبغه الميلانين، يعني انا عندي خلايا المفروض انها بتنشط لما بتتعرض للشمس بتبدا انها تدافع عن نفسها فتبدا تفرز عندي صبغه الميلانين فيحصل التصبغات او غمقان الجلد، طبعا احنا عندنا المقشرات اللي موجوده وموجود عندنا كمان الفيتامينز، موجود عندنا كل المواد المضاده للالتهابات اللي موجوده في ميلا كريم عشان تبدا تحسنلي وتوحدلي لون البشره عندنا كمان مشكله بتواجه بنات كتير فى اعمار صغيره وشباب كتير فى اعمار صغيره وهى الحبوب حب الشباب طبعا من المشاكل الكتيرة جدا اللي بتواجه الناس كتير وبتقلل الثقة بالنفس وبتخلي فيه بعد كده لما بيبدأ لو عالجت الحبوب غلط تعمل حفر ناس كتير بتسألني على الحفر طيب انا بيحصل لي اكني سكار بنسميه كده اكني سكار حفر مكان الحبوب لانك انت عالجتيها غلط فبداتي تعملي لنفسك حفر فطبعا من البدايه لازم اعالج صح فبدانا نعمل جلونكس وجلونكس ممكن تستخدميه مع ايبافيد لعلاج الحبوب البشره وكمان الحبوب الملتهبه جدا وكمان بيبدا ينشفها لك طيب بيجي لي سؤال او بيجي لنا حاجه زي الحاله اللي ظاهره عندنا على الشاشه دي بصي الحبوب عامله ازاي حبوب ملتحبة جدا وكمان الحبوب عامله التهابات شديده حواليها ومنتشره جدا عامله انفكشن طبعا ده بعد استخدام جلونكس وايبافيد الاثنين يا جماعه جلونكس مرخص من وزاره الصحه ان هو لعلاج الاكني لعلاج الحبوب حب الشباب طيب سؤال بيجيلي بقى انا استخدمت حب الشباب وبدا عندي او استخدمت جلونكس وبدا عندي الحبوب تزيد ما الحبوب تزيد لانه بيبدا يطلع لك الحبوب اللي تحت الجلد فما تقلقيش خالص تبداي تستخدميه لحد ما يبدا ينشف الحبوب عندنا طيب في ناس بتسالني على جلد الوزه بيطلع لي في ظهري او بيطلع لي في دراعاتي جلد الوزده او في بعض الاماكن اللي بتبقى في جسمي، جلد الوزده علاجها الجلونكس، لان هو فيه مقشرات قويه جدا بتساعدني على تنشيف وتقشير الحبوب، وتبدا ان هي تطلع لي الحبوب اللي موجوده تحت الجلد، فيبدا يروح الجلد الوزده او الحبوب اللي موجوده في البشره. طيب بدانا نستخدم ايه تاني؟ بدانا نقول طيب الناس اللي بتجي في مشكله، اسئله كتير جدا عن الهالات السوداء، عندي هالات سوداء، عندي هالات سوداء، طيب حالات السوداء دي ليها اسباب. ممكن يكون سوء التغذيه ممكن يكون عندي نقص في الهيموجلوبين برضو ممكن يكون انا بستخدم الميك اب بتاعي احط كحل وبعد كده انام بيه فاصحى الصبح الاقيه مسيل او المسكره وما بشيلش الميك بتاعي بالليل طبعا ده بيسبب طبعا مشكله كبيره بيسبب تصبغ الجلد نفسه فيعمل زي تصبغ للجلد الرؤيه اللي موجود تحت العين عندي كسل في الاوعيه الدمويه الكسل في الاوعيه الدمويه برضو بيخلي فيه زي ركن للدم اللي موجود بيركن في الاوعيه الدمويه فيديكي ايحاء ان في غمقان تحت العين هو ده في كسل في الاوعيه الدمويه اللي موجوده طيب عندنا كمان التجاعيد والجفاف مهمين جدا دول بيسببوا طبعا هالات سوده وفي ناس بيجي عندها الهالات السوده شكلها شكل البندة تلاقيها حوالين العين كلها طبعا بدانا نعمل تركيبه مميزه جدا في اورجانيكا وهي المبرايت الما برايد بيتكون من خلاصه لبان الذكر وده مضاد قوي جدا للالتهابات، حطينا الهيلورونيك أسد وحطينا الكولاجين والاحماض حطينا سوري زبده الشيا والزيوت اللي موجوده الطبيعيه اللي وفيتامين, إي وفيتامين اي وفيتامين اي وفيتامين سي علشان يحسنولي جدا الخطوط اللي موجوده تحت العين ويرطبولي كويس جدا الجفاف اللي موجود تحت العين ويبدا كمان ينشط لي الدوره الدمويه تحت العين، فبالتالي اخد شكل كويس جدا وجلد مشدود وشكله صحي وناعم. طب هو انا ينفع استخدم اللي تحت العين لاي منطقه من بشرتي لا طبعا علشان كده عملنا الايبا ميند الايبا ميند عايزه اقول لكم يا جماعه ده يعني انا بسميه كده حاجه يعني مش عارفه عايز عايزة اقول عليه اسم كده قوي يعني هو منتج فعلا قوي لان انت حاطه جمع الكولاجين الكولاجين مارين يا جماعه اجود انواع الكولاجين هي الكولاجين البحري طيب الكولاجين البحري وعندي كمان حاطين فيه هايلورونيك أسد وحاطين فيه لاستن كمان بحري وحاطين زبده شيه وحاطين فيتامين A وB و وE يعني فيتامينات الشباب وحاطين زيوت طبيعيه مهمه جدا للبشره نفسها وبناء البشره نفسها. طيب عاملين ايه بقى في تقنيه ايه؟ تقنيه النانو برضو ده كمان في البشره اه كمان في البشره لان انا محتاجه اخترق طبقات الجلد وابدا ادخل ابني الجلد تحت تعالوا بصوا معانا الصوره دي الصوره دي كانت بشره بصوا بيفور اند افتر صوره فيها خطوط وتجاعيد وفيها كمان البشره مش صحيه فيها جفاف البشره ما فيهاش نضاره تعالي الناحيه الثانيه استخدمنا ايبا مند ومجموعه العنايه بروتين البشره وكانت دي النتيجه ما شاء الله الجلد مشدود وصحي وشكله حلو المنطقه اللي حوالين الفم من من اللي هي اللي بنقول عليها دايما الحاجات او التجاعيد التعبيريه اللي بتحصل طبعا نتيجه ان انا كمان في عندي ما فيش محتوى مائي داخل البشره ما فيش عندي تغذيه صحيحه للبشره طبعا بنبدا نعوض كل الطبقات اللي موجوده بالكولاجين والفيتامينز اللي موجوده فبالتالي بيبدا البشره تبقى مشدوده عندي وشكلها حلو بيجي لي سؤال برده يقول لك انا عندي اكزيما او عندي هرش او حكه فالهرش او حكه بيبدا يعمل قشور في البشره وخصوصا ان احنا داخلين بقى على فصل ايه فصل الشتاء فيحصل انخفاض في درجات الحراره فالجلد هيبدا يشد ويحصل عندي التهاب فيبدا حكه او حاجه في البشره فتبدا يطلع عندي قشور طب اضيع القشور دي ازاي خدي اللي الجلد بيفقده الجلد عندك بيفقد هنا بيفقد ميه بيفقد كولاجين بيفقد فيتامينز بيفقد ترطيب فانت محتاجه ان انتي تشتغلي على كل دول تشتغلي عليهم ازاي في الايبا انا عايزه اقول وعايزه اجرب لكم حاجه كده سريعه علشان طبعا احنا حلقتنا فيها منتجات كتير هنتكلم عنها بس عايزه اجرب حاجه معاكم عملي طبعا انا فضلت كام يوم اغسل ايدي اغسل ايدي ويحصل لي جفاف في ايدي بصابون معين عشان اعمل لكم التجربه دي عملي طيب تعالوا احنا عندنا خاصية ال AI او الذكاء الاصطناعي لمعرفة او تحليل الجلد نفسه تعالوا نشوف مع بعض احنا هنبدأ نشغل الجهاز ده الجهاز ده المفروض ان هو بيشتغل كده فيبدا يديكي مقياس او يديكي اربع حاجات ايه هي؟ يديكي اولا نسبه الأيل في بشرتك ايه هي؟ عمر جلدك عامل ازاي؟ مرونه الجلد، الميه اللي موجوده في الجلد نفسها، دي تجربه عملي بقى هنجربها، تعالوا نشوف جلدي انا طبعا بقالي فتره عماله او من امبارح تقريبا عماله اغسل بصابون المعين عشان اوريكي قد ايه الجلد هيبقى عامل معانا مشكله في ان هو يبقى جاف. زي ما انتم شايفين معايا بصوا اللون احمر معرفش ظاهر ولا لا للشاشه اهو لون احمر يعني في جفاف في الجلد طبعا ده نتيجه ان انا غسلت ايدي بصابون المواعين كتير عشان اظهر لكم التجربه دي طيب تعالوا مع بعض بقى هنفصل الجهاز كده ونبدا ان احنا ناخد ايبامنت تعالوا ناخد كريم ايبامنت اللي فيه الهيلورونيك اسيد وفيه الكولاجين وفيه كل ده وفيه خاصيه النانو يا جماعه سريع الامتصاص وده مهم جدا تعالوا بقى ناخد ده ونبدا نحط على الايد ونشوف هيبقى عامل ازاى معانا وازاى الترطيب وازاى البشره نفسها هتبقى مشدوده وفيها نضاره وشكلها حلو جدا معانا تعالوا بصوا بعدين هو سريع الامتصاص بصوا يعنى مفيش خلاص امتص انا هستنى معاكم بس ثواني صغيره علشان نبدا نحط على الجلد ونقيس ازاي اللون الاحمر هيبقى متغير ساعتها وده اكبر دليل على ان او تيست ليه ازاي بيشتغل الايبامنت تعالوا بقى نشوف هنا مع بعض اهو شغلناه تاني بقى اخضر هنبدا نقيس تاني بعد ما كان بيعلم اهو بصوا علم اخضر لو لو قربنا كده الكاميرا شويه هتلاقي يعني الترطيب هتلاقي مرونه في الجلد زياده المحتوى المائي في الجلد وهتلاقي كمان عندك ان هو اداكي عمر اصغر يعني على طول عمر اصغر على طول يعني في الثانيه اللي كانت موجوده في الجفاف اللي كان حاصل بيدي عمر اكبر لكن تعالي هنا عمل ده لان هو سريع الامتصاص هو ما عادش على ايدي كمان لان هو دخل داخل الطبقات الداخليه ده التيست المفروض ان هو بيتم على الجلد وازاي تعرفي ان المنتج ده فعلا, فعلا فعال وشغال كويس جدا وبيمتص طيب تعالوا بقى مع بعض نتكلم عن كمان السام بلوك السام بلوك مهم جدا انا استخدمه صيف وشتاء وكمان دي مجموعه روتين العنايه بالبشرة طيب تعالوا ندخل بقى على مشكله وفصل الشتاء برضو اللي احنا داخلين عليه لان ده فصل من الفصول اللي بيأثر جدا على البشره والشعر اتكلمنا عن البشره وحلينا مشكله البشره تعالوا نتكلم عن الشعر بقى تساقط الشعر طبعا من الحاجات اللي بتبقى مشكله بتبقى نفسيا ماثره على ناس كتير لانهم بيخافوا على شعرهم جدا وبيخافوا من التساقط اللي بيبقى شديد جدا اللي بيؤدي لفرغات وخصوصا لو في بقى كمان عندي صلع وراسي في العيله ده بتبقى طبعا النفسيه بتبقى متاثره جدا وتلاقيهم هم جايين بيقول احنا انا عندي صلع وراسي في العيله خلاص بقى عارفين طيب لو انا عندي مشكله غسيل الشعر المتكرر او الصبغه كتير او السشوار كتير او المكوى الكتير طيب كل الحاجات دي كلها بتاثر على الشعر عندي عندي سوء تغذيه طبعا انا كل مره بقول ليه علشان الناس تبقى فاهمه الاسباب لما تلاقي سبب من الاسباب دي تبدا ان هي تحط ايديها على السبب ده نبدا نحله يعني انا عندي نقص فيتامينات ابدا اعالجها واعالج كمان معاها حاجه موضعيه طيب لو انا عندي مشكله في الغده الدرقيه ابدا اعالجها لو انا عندي بغسل شعري كتير متكرر لا ابطل العاده السيئه دي لو انا عندي قشره فطبعا احنا عندنا مجموعه التساقط اللي هي الكورس الثلاثي لعلاج تساقط الشعر اورجانيكا طيب بيشتغل على ايه انا دايما بقول ده كورس ثلاثي يعني ايه ثلاثي يعني مكون من شامبو ولوشن ومجموعه زيوت طبيعيه طيب اللوشن ده انا دايما بسميه القنبله لان احنا حاطين فيه كل المحفزات خلي بالكم يا جماعه احنا كشركه اورجانيكا انا ممكن على فكره اعمل لكل منتج كل مكون من ده منتج يعني ممكن ممكن اعمل حاجه بالكافيين ممكن اعمل حاجه بالقهوه الخضراء اعمل حاجه بالجينسينج ولكن انا فضلت ان انا اشتغل بالمحفزات الطبيعيه دي على بصيله الشعر علشان انا عايزه زي ما قلت ازود انقسام البصيله نفسها اغذي البصيله كويس فبدانا نجيب بديل المينوكسيديل احنا عندنا مينوكسيديل بره بيتباع المينوكسيديل ده بيبدا ان هو يطلع لك شعر في الوش كمان ويبدا ان هو يلعب في الضغط نفسه وبيبدا يؤدي لبعض المشاكل والسايد افكت اللي بتبقى موجوده ولكن احنا على الناحيه الثانيه بدانا نشتغل في أورجانيكا على التركيبه اللي هي الطبيعيه زي ايه خلاصه الكافيين خلاصه القهوه الخضراء الجينسنج خلاصه السوبر الميتو. عشبه السوبر ميتو دي مهمه جدا لمكافحه هرمون الصلع الوراثي فيتامين اي وايه مهمين جدا علشان يجددولي فروه الراس ومضاد اكسده الزيوت بقى الطبيعيه اللي هي من اجود انواع الزيوت البيورتي بتاعتها عاليه جدا اللي هي النقاء بتاعها عالي علشان تقدر تديك الافكت الصح يعني تبدا تشتغل معاكي على البصيله صح فانا محتاجه ان انا اطول عمر التنامي او عمر الاناجين اللي هي عمر الشعرايه نفسها من سنتين لست سنين علشان الشعرايه تطول عن عندي ويبدا يحصل عمليه انبات زي الصور اللي احنا شايفينها مع بعض دي تعالوا بصوا الصور لو رجعنا للصوره اللي قبل دي علشان ما لحقتش عنها بصوا الصوره بصوا الفراغات عامله ازاي ودي مراحل بقى يعني احنا المرحله الاولى كان في صلع وراثي بدانا بعد كده نستخدم الكورس الثلاثي لعلاج تساقط الشعر وبعد كده بدانا النتيجه لون الشعر نفسه تحسن جدا ملء الفراغات حصل معايا والبصيله بدات تملى الشعر نفسه ملمسه تحسن ازداد سمكه لونه اتغير اغمق الهيشان كمان راح لان الشعريه تقلت نشوف الصوره اللي بعدها سورة بنوتة طبعا دي فرحانة بمجموعة الإطالة لسه هنتكلم عنها مجموعة الإطالة زائد هي خدت مجموعة الإطالة والإنبات فشعرها بدأ ما شاء الله يطول لأن كان عندها فراغات كانت بتلبس إكستنشن على طول ومسبب لها بعض الفراغات في أماكن الإكستنشن أو أماكن تركيبه نفسه فبدأت تاخد الاثنين وما شاء الله شعرها زي ما احنا شايفين بصوا شايفين الفرق احنا بنعرض كل الحالات يا جماعة من أول الحالة ما بتستخدم إن شاء الله يا رب استخدمت حتى ثلاث أسابيع شهر شهرين والحالة زي ما احنا شايفين دي عاملة ازاي؟ يعني دي بقى حاله فضلت معانا ما شاء الله متابعه برده وزي ما انتم شايفين بيفور اند افتر هايل جدا كان صلع وراسي وما شاء الله البصيلات بدات تملى والشعر بدا يملى بصوا هنا برضو نفس القصه احنا عندنا اه ترتيب للحاله نفسها من اول مثلا استخدام اسبوعين ثلاثه شهر اثنين وعايزه اقول يا جماعه ما فيش حاجه اسمها ما فيش حاجه اسمها ان انا استخدم اه النهارده بكره الصبح انا شعري هيطلع ما فيش حاجه اسمها كده خالص طيب معانا نور ناخد اتصال ونرجع نكمل باقي المنتجات الو الو اي نور ازيك ازاي حضرتك يا دكتور الحمد لله يا حبيبتي الحمد لله قولي لنا يا نور ايه من اورجانيك انا بس عندي سؤال يا دكتور تفضل. هو انا دلوقتي لو استخدمت مجموعه التساقط وشعري نبت وخلاص وصلت النتائج اللي انا عايزاها تمام حبيت اوقف المجموعه شعري هيرجع تاني زي الاول تمام هجاوبك على السؤال ده يا نور طيب شكرا تمام. طيب السؤال ده بيتداول كتير جدا وبيجي لنا كتير جدا انا اشتغلت على مجموعه الانبات خلاص وبعد كده انا عايزه احافظ بقى بصوا يا جماعه احافظ احافظ بايه انت ممكن تستغني خلاص عن اللوشن بعد بعد ما تستخدمي المجموعه ويحصل عمليه الانبات تبداي تستبدليه بقى باللوشن الاطاله إطالة الشعر أبدأ أطول شعري بقى أنا خلاص نبت أبدأ أطول شعري طيب أستخدم إيه تاني أستخدم من المجموعة الشامبو ومجموعة الزيوت الطبيعية لازم ده روتين عناية رسولنا الكريم قال لك إيه من كان له شعر فليكرمه يعني إيه يكرمه يسرحه ويمشطه ويدهنه يعني لازم تهتمي بيه طب خليكي استخدمتي المجموعة وبعد كده بطلتي كل حاجة ورحتي استخدمتي الحاجات اللي هي الكوميرشال أو الحاجات اللي هي التجارية اللي بره اللي رغوتها كتيرة اللي تبدأ توقع الشعر طب هتعملي إيه ما لازم تحافظي على شعرك هتحافظي عليه بالشامبو وتحافظي كمان عليه بمجموعه الزيوت الطبيعيه حمام زيت وتبداي ان انت تستخدمي لوشن الاطاله بس يا نور المشكله الثانيه اللي هي التغذيه الداخليه بقى احنا عندنا الرو باودر كمان بيجدد خلايا الجسم وبيساعدني ان ضوافري تبقى كويسه جدا وعلى صحه شعري كمان طيب عندنا حاجه تانية وهي القشره احنا عاملين منتجين اتنين خاصين بعلاج القشره ومكافحه القشره وخصوصا ان احنا داخلين على فصل الشتاء يا جماعه كل بيكافح كل انواع القشره طيب عندنا اللوشن وعندنا الشامبو نفسه بيكافحوا الفطريات المسؤوله عن القشره تعالوا بقى نتكلم عن مشكله تانية بتقابل سيدات كتير جدا وزي ما قلنا في بدايه الحلقه السر جمالك هو شعرك الشعر المجعد الشعر الهايش شعري مجعد شعري بينزل شعري مقصف شعري هايش شعري فيه مشكله أنه هو خشن جدا او مجعد جدا طيب اعمل ايه بدانا في معامل اورجانيكا نشتغل على تشريح الشعرايه يعني بدانا نقول طيب الشعريه الناعمه يا جماعه هي ايه في اربع انواع للشعر ويمكن خمسه كمان في انواع شعر حوالي اربع خمس انواع شعر هي الشعر الناعم الشعر الويفي او المكسر بسيط الشعر الكيرلي الشعر الاكرت شويه والشعر بقى النجرو اللي بعد كده طيب الشعور دي كلها بتبقى عباره عن ايه انها فقدة للكيراتين ماده الكيراتين اللي موجوده فيها اللي ربنا خلقها لنا بتختلف من الشعر الناعم للشعر المجعد طيب انا محتاجه الشعر المجعد اعمل فيه اعوض له اللي ناقص هو ناقص عندي ترطيب ناقص محتوى مائي موجود عندي فيتامينز ما فيش اللمعان ما هوش مش موجود فيه في جفاف شديد طبعا ابدا اعوض الكرياتين نفسه طب الكرياتين بس لا انا عندي كمان احماض امينيه لازم اعوضها للشعريه دي فبدانا نشتغل على التشريح نفسه الشعريه دي رفيعه جدا يا جماعه الطبقات الداخليه سبحان الله الشعريه دي بالرغم رفعها ولكن هي فيها كذا طبقه جوه الطبقات المسؤوله عن اللون الطبقات المسؤوله عن سماكه الشعرايه الطبقات المسؤوله عن الشعرية تبقى لمعه على بعضها وشكلها حلو ما فيهاش هيشان فبدانا نعمل في اورجانيك بروتين أورجانيك بروتين اورجانيكا هو عباره عن ايه عباره عن كرياتين نانو كرياتين نانو بروتين نانو كولاجين نانو احماض امينيه يعني ايه يعني يا جماعه الاحماض الامينيه والكولاجين والبروتين والكيراتين اللي في البروتين هم نانو يعني جزيئاتهم صغيره قوي فيقدروا يخترقوا الشعرايه عندي بسهوله جدا ونبدا ان احنا نرمم الطبقات الداخليه يعني ندخل نعمل عمليه ترميم واحلال للمنطقه دي نقوي كمان الروابط اللي موجوده جوه وحطينا كمان زبده شيا علشان خاطر ترطب لي الشعرايه جدا وتعلي المحتوى المائي ما هو طول ما فيش محتوى مائي طول ما الشعرايه جف انا محتاجه ارطب زي ما وريتكم دلوقتي التجربه بتاعه الترطيب طيب عملنا ايه تاني كمان حطينا زيوت طبيعيه وفيتامينز فيها علشان تدي اللمعان تحافظ دي على الشعرايه وكمان تحافظ على فروه الراس نفسها طيب بدانا نحط ايه كمان معانا في في البروتين وطبعا البروتين حاجه مهمه حطي تحتها 100 خط زيرو فورمالين بدأنا نحط ايه كمان مجموعه الافتر كير طب ايه فايده مجموعه الافتر كير فايدتها ان انا حاطه شامبو في نفس مكونات البروتين فبالتالي طول عمر البروتين اطول من تسع شهور لسنه طيب حطينا ايه كمان فيه حطينا زبده شيا وزيوت طبيعيه وفيتامينز ونفس مكونات البروتين عشان الهير ماسك يبقى عندك ايه يبقى عندك ترميم على البارد حطينا شامبو في نفس المكونات حطينا سيرم كمان يكون في ايه سيليكون طبي زيوت طبيعيه فيتامينز عشان يعمل لي كفر وكوتنج للشعرايه بعد ما عملنا التريتمنت اللي موجود تعالوا مع بعض نشوف الحالات اللي موجوده معانا والفيديوهات اللي موجوده معانا ودي يا جماعه حالات من داخل مركز اورجانيكا احنا مركزنا مركز اورجانيكا بيتم عمل الحالات دي بفور اند افتر وبنصورها وبنوريكم الحالات بصوا ما شاء الله يعني الشعرايه تقيله جدا والشعريه دي هتبقى صعبه في ان انا اهتم بيها، صعب ان انا اسرحها، بصوا ما شاء الله بعد يعني يعني انا عايزه اقول لكم النتيجه نفسها وقفتني عن الكلام، يعني بروتين اورجانيكا بسم الله ما شاء الله، بروتين خلى الشعريه لامعه جدا، صحيه جدا، فرد طولها كمان وخلى طولها كويس، بصوا الشعريه هنا عامله ازاي؟ الشعريه تعبانه جدا ومجهده ومقصفه، بصوا بعد يعني ما شاء الله بجد يعني بروتين اورجانيكا فعال جدا افكت جدا أنه هو يبدا يخترق الطبقات ويبدا يوصلنا للمراحل الهايله دي اللي احنا شايفينها مع بعض والنعومه اللي احنا شايفينها مع بعض بدون تلف يا جماعه وده مهم استخدمي البروتين طالما ما فيهوش فورمالين او الكراتين طالما ما فيهوش فورمالين بص الشعريه هايشة ازاي الشعريه عامله زي القطن هايشة تعالوا بقى نشوف تقل الشعريه بقى لها تقل بقى لها سمك بقى لها لمعان ما شاء الله بقى لها طول بان شكل الشعرايه الشعرايه النفسيه كمان اتحسنت يعني مش بس بان شكل الشعرايه تخيلي بقى وش البنوته دي وهي بقى يعني قدامنا احنا بقى يعني قدامنا وهي فرحانه جدا بشعر الشعر ده صعب جدا بصوا يعني بجد الله يكون في عون صاحبته لما كانت بتهتم بيه او بتعتني بيه طبعا ما فيش الشعرايه زي ما انتم شايفين متشابكه جدا الشعرايه هل كان بصوا دايبه يعني الشعرايه ما يغرقوش شكل الشعر ان هو كبير بس الشعرايه دايبه بصوا ما شاء الله بعد بروتين اورجانيكا الشعراية هايلة جدا ناعمة طويلة شكلها حلو صحية جدا طيب عايزة لكم بقى الشعور اللي بتجيلنا زي كده الشعراية ديت في منها شعور مستخدمة قبل كده حنا فرد مستخدمه قبل كده صبغات كتير مستخدمه سحب لون استخدمت بعض الوصفات الكيميائيه اللي اثرت على الشعرية جدا فبدانا ندخل على مرحله الترميم في اورجانيكا احنا الحمد لله رب العالمين لكل مشكله وليها حل فبدانا نقول طب الشعور دي اللي نفسها تعمل شعرها او جايه هي لفت بره وعملت بوتوكس وفيلر للشعر مفيش يا جماعه حاجه اسمها بوتوكس وفيلر للشعر على مسؤوليه الخاصه البوتوكس والفيلر دول في الوش لكن في الشعر لا يعني الشعر هو ايكوال بروتين فطبعا بدانا نعمل الترميم الترميم ده اربع انواع ترميم في ترميم على البارد وفي ثلاث انواع ترميم على السخن طب ايه هما الثلاث انواع ترميم على السخن حسب نوعيه الشعر عندي شعر ضعيف ناعم طيب هو مش هيستحمل ان هو يتفرد بالبروتين طيب عندي شعر تاني للترميم عندي شعر تالت نوع تالت للترميم نفسه عندنا كمان الترميم على البارد للشعور الناعمه اللي مش محتاجه اي حاجه، تعالوا نشوف الحالات زي ما ظهرت على الشاشه، بصوا الشعريه هنا هتلاقوا الشعريه ضعيفه، بصوا هنا ما شاء الله، طبعا احنا عرفنا منين، انت ممكن ما ان الشعريه ضعيفه، ولكن العميل لما بيجي او البيشنت لما بيجي المركز بيقول لنا كل تفاصيل شعره، بنبدا نحدد هو محتاج ايه عشان كده بيوصل النتيجة الحلوه اللي انتم شايفينها دي، النتيجه الكويسه، بصوا بقى لسه بحكي لكم دلوقتي حالا سحب اللون، بصوا الشعريه تالفه ازاي؟ الشعرية صعبه جدا تالفه الشعرايه فيها مشاكل كتيرة الشعرايه دايبه بمعنى صح اكيد الفيديو شايف شايفين الفيديو عامل ازاي بصوا الالوان كلها تعالوا بقى نشوف بعد التطبيق ترميم طبعا اي بيوتي سنتر لو عمل بروتين الشعرايه هتقع على فكره والشعرايه هتقطع تعالوا بقى شوفوا ما شاء الله بصوا ما شاء الله الشعر اولا الشعرايه ما قرنجتش ولا هتلاقي البروتين ولا هتلاقي الترميم أرنج الشعر عندك يعني ما اداكيش لون اورنج اداكي لون بلوند شكله حلو انت عامله صبغه طبيعي بصوا ما شاء الله الشعر شعره تحفه بصوا بقى دي الشعرايه يعني كويس قوي الفيديو ده جه الفيديو ده يا جماعه دي عميله جايه تكرر عندنا الترميم لان الروتس الجديده طلعت شفتوا الشعرية في الاول ناعمه انتوا هتشوفوها تقولوا هي عملت ايه ما عملتش حاجه يعني انا نفسي وانا ببص كده دلوقتي قلت ده ده شعر ما يعني المفروض انه هو مفروض فعايزه اقول لكم ما شاء الله عملاء بقى بيجوا لنا مره واثنين وثلاثه وعشره دلوقتي مستمرين معانا وبقى لهم ثلاث اربع سنين وخمس سنين كمان من ايام ما طلعنا بمنتجات الشعر. تعالوا مع بعض معانا اتصال تليفون طبعا التصاريح موجوده على الشاشه. التصاريح كلها وتراخيص وزاره الصحه يا جماعه اتاكدوا ان المنتجات كلها مرخصه وانا اللي باكد اهو بقول لكم اتاكدوا ما تستخدميش منتج الا لما تتاكدي ان هو مرخص من وزاره الصحه المصريه. لازم يكون على منصة وزارة الصحة وده مهم احنا مسجلين بهيئة سلامة الغذاء بالمعهد القومي للتغذية بإدارة الصيدلة كل الجهات الرسمية الحمد لله أورجانيكا مسجلة فيها وكمان زي ما قلت لكم كواليتي كنترول وشات الأيزو على الجود معانا تليفون بسرعة إيمان أيوة إيمان أيوة. 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 ألو نقول ألو إزيك يا إيمان عاملة إيه الحمد لله اللي حبيبتي قولي لي يا حبيبتي استخدمتي إيه من أورجانيكا مجموعة الأفتر كير والبروتين بس هي ما شاء الله يعني طب احكي لي طيب ايه اللي حصل؟ ايه كان شعرك ايه وبقى من... ايه؟ كان شعري من تلات سنين بالظبط او من سنتين ونص رحت كوافيره اه عملت لي ماده اللي هي عليها فيلر و... اه وح... وح... وعملت بعدها صبغه شعري اتحرق طبعا وقع نصه اه تهالك جدا بقى الشعر متهالكه وضعيفه بقى قاعده الشعر يقع حواليا محروق ما بيطولش فجيت بعتت صوره شفتها حضرتك على لي بعد صوره شفت للموجوده عند حضرتك فقالت لي شعرك هيحتاج المجموعه بتاعه الافتر كيلو قدروا يساعدوكي الحمد لله يعني الحمد لله ديتي اديتي صوره للشعر اه هما بيتواصلوا معايا على طول بصراحه على طول آه كويس كويس جدا بقالك قد ايه بقى فرد الشعر؟ آه المج المجموعه اللي انا خدتها من حضرتك اه بقالك قد ايه؟ بقالي بالظبط سنتين, سنتين مبسوطه وشعر. من النتيجه؟ لا جدا فعلاً. مبروك عليك النتيجه حبيبتي وابني كمان الله. عجبته وجاب لي خطبته. الحمد لله يا حبيبتي الحمد لله شكرا يا ايمان شكرا ليكي. الاوفر يا جماعه بسرعه 50% خصم على كل منتجات اورجانيكا وكل خدمات مركز اورجانيكا وكمان الخصم نزل على الشاشه وصفحاتنا اللي موجوده على الشاشه الشاشه صفحه اورجانيكا وصفحتي الشخصيه وعايزه اقول لكم ان انا برد وبشوف الاسئله برده والتيم كله بيرد الفريق الطبي كله بيرد على الاسئله والاستفسار وبنوصل بيكي لاحسن النتائج ان شاء الله في بشرتك وشعرك. وفي كل منتجات أورجانيك أشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة من جمالك مع أورجانيكا وكنت معاكم دكتور نجلاء سرحان دكتوراه التغذية العلاجية سلام عليكم